الحمد لك يا ربنا، وبعد حمدك والثناء نخص في تكريمنا اللي لها معزاه أكيد من منسوبة المدرسة، نكرم كل مدرسة ترسي البناء وتأسسه والجيل منها يستفيد. يا ربنا وبعد حمدك والثنا نخص في تكريمنا اللي لها معزه اكيد سبات المدرسه، نكرم كل مدرسه ترسل البناء وتاسسه والجيل منها يستفيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الانوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنا نخص في تكريمنا اللي لها معزه تخص بالعقد الثمين وريثة سيد المرسلين، وما يقه أستاذ دين تخدم وطنها وتستعين، وما يقه كيف نشكرها يا رب سألك تذكرها صرح المعالي منبرها وصيتها عقد بجيل. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنا نخص في تكريمنا لها معزة أكيد. لو للوفاء طرف ومدى شكرك أبد ما له مدى، واليوم تكريمك أكيد. لو كتبنا من حروف ما تفي بنت الأنوف، زادها التعليم وصول يكتمل فيها القصيد. الحمد لك يا ربنا وبعد حمدك والثنا نخص في تكريمنا اللي لها معزة أكيد.